السلام عليكم. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حدث غاب عن سماء سوريا لمدة 10 سنوات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو السوري يواصل التعافي، وأن طائرات سلاح الجو السوري من طراز ميج 29 بدأت التدريب على المعارك الجوية بعد نحو 10 سنوات من الغياب. وأشار موقع ماكو إلى أن الطيارين السوريين يتلقون تدريبات من مستشارين من القوات الجوية الروسية في قاعدة C4، وكذلك أنباء عن مستشارين إيرانيين. ولفت الموقع إلى أنه وفقا للتقديرات فقد أطلق الطيارون للمرة الأولى صواريخ جوجو موجهة من طراز AIR-73، موضحة أنه بما أن التنظيمات المعارضة ليس لديها سلاح جو أو مقاتلات على الإطلاق، فإن هذا هو إعادة تأهيل لسلاح الجو السوري المصمم للتعامل مع الاختراقات للطائرات المقاتلة الإسرائيلية والأمريكية والتركية في سماء البلاد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.